يا هلا وغلا حبايبنا، فيكم مرة ثانية. عندنا بعض الحكم أو الأمثال الشعبية الغريبة، ما أعرف إلى أي مدى نحن بنطبقها وإلى أي مدى هي أثرت فينا. يعني واحدة من الأمثال وما يزعلوا علينا الرجال، في المثل اللي يقول اللي ما عندي كرش ما يسوى قرش. ليه طيب كذا؟ يعني كثير نحن بنسمع المصطلحات هذه كمان في المجتمع النسائي. أنا دائما أقول إن الكرشة وعدمها يعني أحس أنها واحد بالنسبة لي للشخص، لكن دائما يعني مو هو تحفيزا للسمنة أو شيء زي كذا، بس أنا أحس الناس اللي عندهم كرش كذا تحسي هيبة. يعني هذه أخصائية التغذية موجودة عندنا تقول ذا الكلام. إيه يعني ما أنا أقول الصراحة لازم هذا اللي يدخل يروح يجلس في صدر المجلس. موضوعنا اليوم طبعا راح يكون مع ضيفتنا الرائعة اليوم في الاستديو، راح نتكلم مع ميسون نوري أخصائية تغذية ومدربة رياضة، راح نتكلم على هذا الموضوع بالذات. يعني احنا شايفين عوامل كثيرة مسببات زي ما يقولون بين قوسين الكرش، في كمان حتى لو ان احنا حاولنا نغير هذه العوامل اللي ممكن ساعدتنا على الكرش هذا، ممكن لو نغيرها بنظام غذائي صحي او بممارسة رياضة انه ممكن يتغير هذا الموضوع، لكن ما في النتائج المأهولة. كيف ممكن نحقق النتائج وكيف برضو نوصل لي خلينا نقول البطن المسطح؟ أول شيء صباح الخير لكم ولجميع المتابعين، صباح الصحة والنشاط والعافية إن شاء الله للجميع. بالنسبة للكرش طبعا المثل هذا للأسف هذا مثل كثير ناس يعني تتبعه، كمان مو بس تسمعه وتصدقه كمان تتبعه. بس طبعا الدهون اللي متجمعة في الكرش هي دهون خطيرة، تسبب مشاكل كثيرة وتعمل يعني على المدى البعيد تسبب أمراض القلب والشرايين والضغط والسكر والكثير من الأمراض. فإحنا نحاول قد ما نقدر أنه نتجنبها ونتجنب تجمع الدهون في أي منطقة في الجسم وبالذات الكرش. يعني الرجال تركيبتهم الجينية تخلي تجمع الدهون عندهم في الكرش، السيدات كمان يصير تجمع الدهون في منطقة الأرداف. فيعني الكرش تقريبا شوية بس للرجال، أنتوا اللي مميزين فيها أكثر يعني من السيدات. هجمة مرتدة على الموضوع. عشان كده المثل كمان أطلق للرجال. للرجال فعلا أكيد، يعني ما أظن في أي سيدة تفخر بكرش يعني احنا نفخر بالجسم الرشيق. بالضبط، صورة نمطية موجودة في المجتمع ويعني بنمشي عليها. طيب استاذ ميسون، اليوم في على ما اعتقد في دهون تحت الجلد وفي يقول لك دهون الحشوية، هذه وش الفرق ما بينهم وين تتكون هذه؟ طب في البداية لازم اقول ان الدهون جزء مهم جدا من تركيبة اجسامنا، لانه في كثير ناس توصل لمرحلة الهوس للتخلص من الدهون. الدهون مهمة اللي في اجسامنا لانها هي تساعد، اول شيء هي مكان تخزين الطاقة في الجسم، هي تحمي الأعضاء العضلات العظام لو من السقوط في الصدمات، تحمي عظامنا عضلاتنا، هي الممر حق الأعصاب حق الأوعية الدموية. فإحنا نحتاج نسبة دهون معينة في جسمنا تكون صحية، يعني نسبة دهون صحية. مثلا السيدات نسبة الدهون الصحية عندهم تكون من 25-30%، هذه معتدلة مقبولة، ممكن تكون أقل إذا هي رياضية. إذا زادت عن 30% معناته هذه نسبة عالية. الرجال يكون من 18-25% نسبة الدهون. طبعا الزيادة عند السيدات عشان الحمل، عشان الهرمونات، يحتاجوا نسبة دهون أعلى في أجسامهم. فالدهون هي مفيدة بنسبة معينة، لكن لما تزيد هذه النسبة تبدأ تصير أضرارها. الفرق بين الدهون اللي تحت الجلد والدهون الحشوية من اسمها مبين، اللي تحت الجلد هي موجودة تحت جلدنا نقدر نمسكها، يعني تقدر تمسكي مثلا إذا عندك تجمع دهون في منطقة معينة تقدر تمسكيها، وهذه الدهون ما هي ضارة إن جنرال، بالعكس هذه الدهون تطلق هرمون تتحكم في هرمون الليبتين اللي هو يساعد على التحكم في الشهية. فهذه الدهون نسبتها يعني مناسبة بالعكس جيدة لأجسامنا. نيجي للدهون الحشوية، برضو اسمها بيشرحها، حشوية من يعني من محشية أو بين الأحشاء، أيوة تكون حوالين الأعضاء الحيوية اللي في أجسامنا مثل القلب، حول الكبد، حول الكلى، حول البنكرياس، حول الأمعاء. طبعا مشكلتها انها هي اول شيء تكون حول الاعضاء فتاثر على كفاءه الاعضاء، تاثر على الفعاليه عمل العضو، كمان تفرز يعني اخر الابحاث اثبتت انه هذه الدهون كل ما تزيد نسبتها كل ما تفرز مركبات تضعف من عمل الاعضاء فتسبب لنا مشاكل على المدى البعيد. فمثلا طبعا انت يعني لك ان تتخيلي بدون ما نكون يعني حتى خبراء، اذا القلب ملبس بطبقة كبيرة من الدهون اللي هي الدهون الحشوية، كيف حيعمل بكفاءة؟
حيكون دائما عليه ضغط، حيكون دائما عليه ستريس من هذه الدهون، وكمان يأثر على تدفق الدم في الجسم كله. فطبعا تأثر علينا من ناحية صحية أو غير، عفوا قصدي من ناحية تأثيرها، طبعا الدهون الحشوية هي اللي تأثر أكثر على صحتنا. إحنا نقدر نفقد جزء من الدهون اللي تحت الجلد، وغالبا هي ما تكون نسبة عالية لأنه أصلا المساحة بين الجلد والعضل بسيطة عند الناس، نقدر نفقدها يعني بطريقة معينة بكثير يعني أشياء، مو بس الرياضة. وهذه حيفرق في شكل الجسم، يمكن ما يفرق في الوزن كثير، بس نحتاج نفقد الدهون الحشوية في خطة يعني مدروسة علشان على المدى البعيد صحتنا تكون أفضل إن شاء الله. جميل. لو رجعنا خلينا نقول إحنا الحين أدركنا أنه خلاص إحنا عندنا دهون حشوية أو غير حشوية، خلينا نقول تحت الجلد، إيش ما كان نوع الدهون اليوم، الأطعمة والمشروبات يعني اللي بيقولوا عنها أنها بتنزل الدهون، حسمين الموضوع صدق هذا الموضوع ولا في شوية لف ودوران؟ يعني للأسف يمكن كثير متابعين يزعلوا مني اللي بيشربوا كل يوم يعني مشروبات معينة، الزنجبيل والكركم، وهذا هي مفيدة، أنا ما حقول غير مفيدة، الأعشاب إن جنرال مفيدة لأجسامنا ولها فوائد عديدة، مضادات أكسدة، مضاد للالتهاب وكذا. بس لحرق الدهون ما في غير الطرق الرئيسية اللي هي الأساسية اللي يعني ما لها تالت. أول شيء لازم استهلاكنا للسعرات يكون أقل من احتياج جسمنا علشان نحفز جسمنا أنه يستهلك الدهون المخزنة في الجسم. ثاني شيء لازم نمارس الرياضة بانتظام، ما في شيء اسمه أنا أسوي رياضة ده الأسبوع والأسبوع الثاني، لا يعني حركتنا تؤثر حتى على توزيع الدهون في أجسامنا. كمان نحتاج أنه نخفف من استهلاك الدهون إن جنرال في نظامنا الغذائي، يكون يعتمد أكثر على البروتين لأنه يعطي إحساس بالشبع أكثر، نقلل الكربوهيدرات والسكريات، ما نمنعها لأنه جسمنا يحتاج الكربوهيدرات، بس نقدر نمنع السكريات لأنه جسمنا ما يحتاجها. إحنا ناكل السكر كعادة أو كدافع الجسم لما يكون يحتاج طاقة سريعة فيدفعك إنك تأكل حلويات وسكريات، لكن إحنا ما نحتاجها في جسمنا. طبعا زيادة نسبة العضل في الجسم تساعد كثير على إنه إحنا نقلل من نسبة الدهون، لأنه كل ما زاد العضل استهلك من كميات الدهون المخزنة فتقل نسبة الدهون في أجسامنا. طيب كثير نحن بنسمع حتى أطباء التجميل يقولوا البطن المسطحة صعب الحصول عليه لا بالرياضة ولا بالأكل الصحي، لابد إجراء عملية تجميلية للبطن، صحيح للمعلومة هذه أو إذا كانت وكانت خاطئة؟ اليوم إذا كانت في ممارسة للرياضة يوميا وأكل صحي، إلى كم في المئة نحن نأخذ البطن المسطحة هذه؟ طيب يعني أشوف عشان يعني نكون صريحين يعني مع بعض، كل واحد حيروج للي هو مؤمن فيه. فالأطباء حيقول لك لازم عملية جراحية، أخصائيين التغذية حيقول لك لا تقدر، المدربين الرياضيين برضو حيقولوا لك لا تقدر، بس إحنا في الآخر يعني ننظر للنتائج، للأبحاث اللي بتصير، للنتائج اللي بتصير مع الناس. ففي نسبة كبيرة جدا يعني فوق 50% من الأشخاص يقدروا يوصلوا للبطن المسطح بدون ما يلجأوا لأي عمليات تجميلية. طبعا العمليات هذه آخر حل المفروض الواحد يلجأ له، وهي يعني واقعيا ما هي حل، لأنه إذا ما غيرنا نظامنا الغذائي، إذا ما غيرنا نظام حياتنا أنه يكون صحي، حترجع مرة تانية وحنرجع مرة تانية في نفس الدوامة. فالصح أنه إحنا نعتمد أول شيء نبدأ ندخل عادات صحية غذائية ويومية. العادات الصحية الغذائية اللي هو الأكل الصحي المتوازن الكامل، لازم أطباقنا تكون متوازنة متنوعة كاملة، بعيدة عن الدهون المشبعة، بعيدة عن الدهون المتحولة، الدهون المركبة، دي كلها إحنا ما نحتاجها في أجسامنا. لازم نكون كثيرين الحركة، لازم نستهلك الماء الكافي لأجسامنا، لأنه الماء يدخل كمان في العمليات الحيوية، في الهضم، في تفكيك الدهون، فنحتاج نسبة الماء تكون دائما مناسبة في جسمنا، مو بس نشرب مويه، لازم تكون مناسبه لجسمنا، لطولنا، لوزننا، لطبيعه عملنا، لطبيعه حياتنا. طبعا التمارين الرياضيه مره مهمه لانها هي برضو تزيد من معدل حرق الدهون في الجسم، فبالتالي تقل الدهون المتجمعه في جسمنا. طيب المويه ذكروا في بعض الناس انه يقولوا انه المويه احيانا بتزيد نسبه، خلينا نقول نسبه المويه في الجسم بيرفع منها كمان الوزن، هل هذا الموضوع صحيح أو هذا الاعتقاد صحيح؟ يعني أنا صراحة واجهت هذا السؤال وكنت يعني مصدومة إنه كيف الناس ممكن مرة ثانية. أيوة لا أي بالضبط، يعني كيف ممكن يعني الماء
أول شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي، والماء يعني إحنا نسبة كبيرة من جسمنا ماء. ثاني شيء يعني معلومة رئيسية عن الماء وكل الناس تعرفها، إنه الماء هو المشروب الوحيد اللي زيرو كالوريز، ما في أي سعرات. فإذا شيء ما في أي سعرات كيف ممكن يسبب زيادة في الوزن؟ كيف تركب يعني؟ زيادة نسبة الموية في الجسم هذا احتباس السوائل. أيوة. هذه حالة تانية، هذه حالة مرضية تحصل للأشخاص اللي يستهلكوا أملاح عالية في أجسامهم بس مو الماء. بالعكس إحنا من العلاجات لاحتباس السوائل إنه نطلب منهم إنه يشربوا ماء أكثر عشان تسوي زي فلاش تنظف الجسم وتوازن السوائل. والله فكرة هذه الصوديوم يعني قليل الصوديوم هذه فكرة ترويجية يعني جدا يعني ما لها أي داعي بالهذا، لأنه المركب الماء الملح اللي موجود في الماء أو الصوديوم اللي موجود في الماء هو في سلسلة الماء ما يأثر على الجسم أبدا. الصوديوم اللي إحنا بناخده بيسوي لنا احتباس هو اللي بناخده من الملح، اللي بناخده من المعلبات، اللي بناخده من الأطعمة الجاهزة أو المأكولات السريعة، أبدا ما هو من الماء. أنا راح أشارككم بتجربتي. بالفعل لما كنت بشرب النسبة المطلوبة من الموية 3 لتر إلا، فكان يعني نزول الوزن بشكل سريع وعجيب، يعني مع إني كان يعني ما كان في نظام غذائي إني أنا ماشي عليه. طيب أستاذة ميسون، اليوم إيش أنواع الرياضات اللي ممكن تعمل يعني تعطينا هذه النتيجة؟ البطن المسطحة، الجري، ركوب الدراجة، يعني في كثير من الرياضات. صحيح. اي واحده انت تنصحي فيها اكثر، للسيدات ولا للرجال؟ صحيح، في انواع كثيره. شو انا دائما انصح الناس، اقول له الرياضه اللي تناسبك سويها، اهم شيء الاستمراريه. يعني انا ما حقدر اجي اقول لك لا انت لازم تسوي مقاومه وتشيلي اوزان عشان تشوفي نتيجه. طب اذا انت ما تحبيها وما تفضليها كيف حتستمري عليها؟ بس ان جنرال جميع انواع الرياضات حتساعدنا انه احنا نوصل لهدفنا، سواء بطن مسطح او نسبه دهون منخفضه. فمثلاً رياضة الكارديو لأنها تزيد من معدل استهلاك الدهون، لأنها تحتاج طاقة، بتزيد معدل نبضات القلب، فتحفز الجسم أنه يخرج الدهون من مخازنها عشان يحرقها ويدينا طاقة، فالكارديو مناسب. كمان في عندنا تمارين الهيت، يعني أثبتت كثير أنها هي بتعطي نتائج سريعة ومميزة في إنه نفقد نسبة دهون عالية. تمارين الهيت اللي هي تمارين عالية الكثافة، اللي طريقتها إنك أنت تعمل التمرين في أعلى أقصى يعني سرعة مثلاً، أو يعني أقصى احتمال لك، مثلاً تجري لمدة دقيقة وبعدين تمشي لمدة دقيقتين وترجع مرة ثانية تجري دقيقة وتمشي دقيقتين، فهذا صحيح. يسوي سبايك، يرفع معدل نبضات القلب وينزله بصورة سريعة كده، فيخلي معدل الحرق في الجسم مستمر لساعات طويلة. طبعاً تمارين المقاومة سواء كانت بوزن الجسم أو بالأوزان، هذه على المدى الطويل تعطيك جسم متناسق، تعطيك نسبة عضلات أعلى في الجسم، تعطيك حتى يعني صحة أكثر للجسم. جميل. الحين بجيك بدراسة، طبعاً أشارت دراسة أجريت في جامعة ولاية بنسلفانيا أن تناول شوربة صحية قبل الغداء أو العشاء يقلل من السعرات الحرارية الكلية في هذه الوجبة بحوالي 20%. كون طبعاً الشوربة تساعد على الشعور بالشبع، هذا رقم واحد قبل تناول الوجبة. هل ينصح، السؤال هنا، هل ينصح باتباع هذا النوع من النظام الغذائي للأشخاص اللي حابين يخسروا دهون في منطقة البطن بالذات؟ طيب مرة ثانية أرجع أقول أنه إذا نبغى نخسر وزن، المعادلة الوحيدة اللي تنطبق على كل الناس بلا استثناء هو أنه إحنا نستهلك سعرات أقل من احتياج جسمنا، ونعتمد كمان نزيد حركتنا أو نشاطنا عشان نقدر ننزل من نسبة الدهون أو من الوزن ككل. البحث حق الشربة طبعاً هو صحيح ونتائجه رائعة، بس هي الفكرة أنه إحنا لو استهلكنا، يعني أنا متابعيني أو المشتركين معي أقول لهم اشربوا كوبين ماء نص ساعة قبل الوجبة بدل الشربة. الماء خالي من السعرات ويساعد على الإحساس بالشبع ويسهل حتى عمليات الهضم بدون ما أحتاج أنه أنا أكل وجبة قبل الوجبة. فهو الفكرة أنه أنا لما أعبي بطني سوائل، زي ما السنة النبوية تقول لنا أنه ثلث لمائك وثلث لطعامك وثلث لهوائك، فأنت بتخلي المعدة ما بتعطي يعني بتعبي المساحة اللي فيها بالسوائل فعلا. فلما حتجي تأكل ما حتكون شهيتك زي ما أنت تكون مثلا قاعد طول اليوم ما أكل أي وجبة يعني وتبدأ تأكل.
فلسفة جدا جميلة. بالفعل هي أساسا لها الفلسفة الدينية عميقة، يعني الواحد يتبعها يكون بصحة دائمة. أستاذة ميسون نورتينا، وشكرا لحضورك، وشكرا للمعلومات الجميلة. أفدناكم بالمعلومات. بالفعل المعلومات الجميلة، يعطيك ألف عافية، ونشوفك في حلقات مقبلة بإذن الله. شكرا لكم، تسلم. حبايبنا المشاهدين، خلوكم معنا شويتين وراجعين.